السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو توضيح بخصوص تعطيل الدوام الرسمي اليوم غدا الأحد. طبعا فقط محافظة كركوك، هاي قبل كم يوم نزلنا الخبر، قلنا محافظة كركوك تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمكون المسيحي يوم الأحد القادم الموافق 2 نيسان 2023 بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الآشورية. طبعا قلنا فقط محافظة كركوك، ها يوم الأحد اللي هو باكر للمكون المسيحي، فقط المكون المسيحي. هسه نجي محافظة بابل، اكو صفحات وهمية جاي تقول انتشرت أخبار كاذبة بأنه على أساس محافظة بابل تعطل الدوام واكو تعطيل الدوام، وحتى جاي راسلوني يقولوا لي ست محافظة بغداد تعطل وما أعرف شنو. هسه محافظ بابل ينفي تعطيل الدوام الرسمي، يعني باكر ما عندهم عطلة. محافظة بابل لا صحة للأخبار المتداولة عن وجود عطلة رسمية اليوم غد، قلنا لكم فقط كركوك، وهاي كركوك قبل كم يوم نزلنا الخبر، فهسه انتشرت هواي أخبار بأنه على أساس تعطيل الدوام باكر، وهسه دا يعلقوني ويعلقون لي ويراسلوني يقولوا لي ست باكر عطلة، لو لا نقولهم ماكو أي عطلة، باكر دوام رسمي كافة محافظات العراق، قلنا لكم فقط كركوك اللي هم فقط المكون المسيحي عندهم عطلة.